إطار تنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، نظمت الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع تمكين المعسكر الصيفي 11، والذي يأتي كأحد آليات التنفيذية التي تسهم في تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية، بما من شأنه مواصلة الجهود الرامية لترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز الوطني لدى المشاركين. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في ختام المعسكر الصيف 11 للأكاديمية الملكية للشرطة. طبعا التنوع كان كبير في البرامج، إن شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا ويانا. بالفعل اختشوق البرامج اللي زاروها المشاركين كانت مفيدة وتعزز عندهم قيم الشراكة المجتمعية وتنمي فيهم روح الانتماء الوطني. خلونا نتابع مع بعض البرامج اللي زاروها المشاركين. يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج الفعالة لتوعية الأولاد عن التنمر وخطورته وكيفية الحماية منه وبناء جيل شبابي قوي قادر على احترام نفسه وصونها وحماية المجتمع من الأضرار المترتبة على التنمر، وذلك يؤدي إلى تعزيز الانتماء والشراكة المجتمعية. نقدم اليوم برنامج متخصص في ظاهرة التنمر، محاورها بنتكلم عن إن شاء الله تعريف الظاهرة، أسبابها وأشكالها وكيفية الوقاية الشخصية منها حق المشارك نفسه، وشلون نقي المجتمع كله من هذه الظاهرة. ورش العمل بتكون على صورة ورش عملية محاضرات توعوية، وبتكون على تمارين ذهنية وتفاعلية حركية إن شاء الله. طبعاً خذنا عن الحوادث اللي منتشرة هالفترة اللي هي حوادث التنمر اللي قاعدة تنتشر في مدار السوشيال ميديا، وتعلمنا اللي هي مثل أنواع اللي هي مثل كلام عاطفي وجسدي، إنزين، وتعلمنا شلون بيدها وإن نحط روحنا في نفس الموقف ونعرف شلون نحمي الشخص، وخلونا يعني نتعلم من إحساسه وكذي. خلاص التنمر هل يعني إذا واحد ضربك أو طقك لازم ما تروح تسمونه، تروح الضربة مو تعالج الغلط بنفس الغلط، تروح تسمون تشتكي عليه أو تروح تخبر أهله أو تروح تشتكي عند واحد كبير أو تبلغ الشرطة إن هذا يهددك، وبسمونه بالشرطة الإلكترونية وبالإلكترونيات، تروح حتى لو هددك واحد بالإلكترونيات تروح تبلغ عليه عند شرطة الإلكترونيات عشان يسمونه ما يبوقك ولا يكشف صورك ولا يكشف لك شيء من أسرار عائلته. برنامج الذكاء الاصطناعي يعرف المشاركين على كيفية استخدام التكنولوجيا في المهن المختلفة
ومزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي، وتم مناقشة الآفاق الوظيفية والتوضيح لهم عن كيفية إمكانهم تطوير حياتهم المهنية في الذكاء الاصطناعي. نقدم للطلاب مفهوم الذكاء الاصطناعي، يحاولوا يتوصلوا للمعلومات عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وين بيستخدموه في حياتهم، كيف ممكن يستخدموه في المستقبل، شو شكل الحياة مستقبلا مع أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم. بعد هيك عندنا بعض الاكتيفيتيز اللي بتثبت هذا الموضوع من خلال فيديوز، من خلال بعض النشاطات اللي قدمناها للطلاب. اليوم تعلمنا في هاي الورشة عن الذكاء الاصطناعي، زين عرفنا انه شلون نتطور في المستقبل، عرفنا الذكاء الاصطناعي شلون نقدر نستخدمه بشكل صحيح، استفدنا وايد لدرجة ان احنا ممكن احنا نطور مملكة البحرين مرة يعني اكثر، وهي موجودة الحين الذكاء الاصطناعي، لكن احنا ممكن احنا نطوره يعني بالورشة اللي احنا عرفناها، راح نطوره يعني بما ان احنا مستقبل البحرين احنا راح نطوره ونخليه احسن في المستقبل ان شاء الله. طبعا الورشات اللي يقدمونها لنا المعسكر انزين، هاي بتنمي قدراتنا، بتنمي الانتماء للوطن، وهاي بتعزز الانتماء لمملكتنا البحرين. يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المشاركين على أهمية التخطيط وكيفية تنفيذ وإعداد خطة، والتعريف بالهدف الذكي وأسس قياسه وتحقيقه. المحاضرة كانت عن طريقة بناء الهدف، وخصوصاً الهدف الذكي اللي هو بيتبع قوانين علمية إنه يحطوا الهدف بطريقة ذكية مو عشوائية، وكمان شو هي عوائق الهدف، شو الأشياء اللي بتمنعهم يحققوا أهدافهم. حبيت تفاعل الطلاب وحماسهم كان كتير حلو، خصوصاً إنه هم يطبقوا هاي الأهداف على أهداف شخصية، ميولهم، طموحاتهم، أهداف قصيرة أو حتى طويلة هم حابين يعملوها. استخدمنا طرق علمية شوي بالمحاضرات، تصميم بعض الأهداف الواقعية الصغيرة، بالإضافة لبعض الأنشطة والألعاب والتمارين اللي بترسخ المفهوم الأساسي. لازم أول شيء نسوي استراتيجية ونسوي خطط يعني جيدة عشان نحقق أهدافنا، لأن في أهداف كثيرة ما ندرى إذا هي كانت هي جيدة أو سيئة، فعشان نعرف إن هي جيدة أو سيئة أول شيء نستشير الناس اللي أكبرنا والأقرب الناس لنا اللي هو والدينا، فنستشيرهم ونسألهم هل إن الشيء اللي راح نسوي صح أو غلط. وأول شيء قبل لا نسوي دي الخطة أو دي الاستراتيجية نفكر فيها 3 مرات ونتعمق في التفكير أزيد عشان نعرف هل إن هي ناجحة أو فاشلة. تعلمنا شلون نوصل حق الأهداف، وما في شيء مستحيل، وإذا تبي تحقق أمنيتك لا تيأس ولا تسمع كلام الآخرين وأصدقاء السوء. يركز هذا البرنامج على تطوير مهارات المواطنة، وذلك لتنمية قيم الانتماء الوطني عند المشاركين، والتعلم عن طريق المشاريع لتعزيز استخدام اللغة بشكل واقعي.
بالنسبة لي أول مرة أشارك في المعسكر الصيفي، أول مرة يعني نقرنا في برامج متنوعة مثل ما جينا اليوم British Council. تعلمت روح الانتماء والتعاون، وكذلك تعلمت لغة جديدة وأقدر أستفيد فيها بالمستقبل. يعني عطونا أن احنا دورة إنجليزي عشان نعرف شلون نطور من لغتنا الإنجليزي. عطتنا أحرف مكتوبة على اللوحة وإحنا نطلع منها كلمات من ابتكارنا، وهاي شيء أنا وايد استفدت منه وأتمنى كذا مرة يتكرر عشان أنا أكون أقدر أطور من نفسي أكثر. طبعا ما ننسى جهود محافظات مملكة البحرين على تنظيمها لمختلف البرامج للطلب المشاركين بهدف تنفيذ مبادرة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا. خلونا نشوف أهم ما نظمته المحافظات. نظمت محافظة العاصمة ورشة عمل تهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم ريادة الأعمال، وكيف أن الأفكار الصغيرة قد تكون بداية لمشاريع كبيرة وعملاقة، والتعريف بكيفية بناء خطط العمل بشكل عملي من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات ومساعدتهم على بناء أفكار مشاريعهم الريادية، وذلك يعزز لدى المشاركين قيم الشراكة المجتمعية. نظمت المحافظة الشمالية وبالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة محاضرة بعنوان سين جيم فلك، وقدمها الباحث الفلكي علي الحجري. ومن أهم النقاط اللي تضمنتها المحاضرة كروية الأرض وأبعاد النجوم وتحديد قبلة الصلاة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى النشاط الشمسي وعلاقته بحرارة الجو. نظمت المحافظة الجنوبية محاضرة بعنوان كيف أنمي ثقتي بنفسي، وتهدف إلى تعزيز احترام الذات والشعور بالإيجابية والقدرة على الفعل والشعور بالارتياح والإطمئنان على تحقيق الأهداف. ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في العديد من البرامج واللي تهدف لتنفيذ المبادرات واللي تتضمنها الخطة الوطنية لتعزيز روح الانتماء الوطني. خلونا نتابع مع بعض هذه البرامج. حقيبة أنماط صحية هو برنامج تدريبي يعنى بأنماط الحياة الصحية، وصممت الحقيبة بشكل تفاعلي مبتكر لتستهدف الشباب من أجل تعزيز مفهوم أنماط الحياة الصحية.
برنامج تحدي في تحدي هو برنامج قيادي يهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية مثل تكوين الفريق الفعال والمنسجم وتوزيع الأدوار والتمتع بالروح الرياضية دائما، وذلك لتعزيز الشراكة المجتمعية لدى المشاركين. طبعا اليوم برنامجنا عبارة عن برنامج اليوم الرياضي، هدفنا تعزيز المهارات الحياتية، بناء الفريق، المهارات القيادية باستخدام أساليب التمارين الرياضية والتحديات المختلفة المبتكرة والحديثة. نشوف ما شاء الله الطلبة مستمتعين، نشوفهم متفاعلين، يعانون شوي من صعوبة في بعض التحديات، ولكن هاي هدفنا ان احنا نعاني من مشكلة ونجتمع مع بعض كفريق لإيجاد الحلول. اليوم كان عندنا يوم رياضي، استفدنا منه وايد أشياء. أولا الثقة بالنفس، ثانيا الاحترام اللي بيننا، وثالثا التعاون، ورابعا نحدد الهدف والتخطيط، وكان يوم ممتع صراحة. وتعلمنا وايد أشياء، استفدنا شلون نتعاون يا بعض، شلون نشيل بعض، وأنه مو كل واحد يشتغل بروحه، لأن إذا اجتمعنا كلنا مع بعض نتفق على شيء واحد، وإذا في اقتراحات هاي يقول هاي يقول هاي، يصير يعني تعاون ما بيننا. وكانت لي أنا مشاركات من قبل، وكانت فيني مهارة الرسم بس ما كنت مكتشفها، واكتشفتها معاهم هنا، إن ودونا محل رسم وشي وعلمونا الرسم الجرافيتي، وبدأت طلعت مهارتي معاهم، يعني هم اللي علموني وشي. مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى ختام حلقات المعسكر الصيفي 11 للأكاديمية الملكية للشرطة. إن شاء الله تكونون استمتعتوا واستفدتوا، ونلقاكم على خير في الموسم القادم بإذن الله. ولا تنسون متابعة الرسالة الأسبوعية في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية. في أمان الله، مع السلامة.